يسعد لي أوقاتكم حبايبي ومتابعي قناة ست البيت. فيديو اليوم راح نشوف مع بعض كيف عملت أهلال من الورد بطريقة سريعة وحلوة كتير وبنفس الوقت بأقل التكاليف. يلا نتابع ونشوف التفاصيل. لتطبيق الفكرة راح نحتاج لبورد من الفوم أي لون متوفر عندكم، وراح نحتاج لرينج أو حلقة الهيلا هوب، وراح نحتاج لريبون، ورق الكورنيش، وورد أي ورد متوفر أو اللون اللي انتو بتناسب مع فرشكم أو بتحبوا تنفسوا فيه فكرة الهلال، وقلم ومقص ومشرط للقص. راح نحتاج لفانوس وجلو جان أو مسدس الشمع. أول خطوة راح نرسم على البورد بنفس الهيلا هوب راح نستخدمه لحتى نعمل منه الرسمة. نرسم دائرة مثل مباين عندكم بالفيديو لحتى نعمل الهلال. بعدها راح أمشي شوي بالهيلا هوب لقدام لحتى يصير عندي شكل الهلال المطلوب، وكمل وارسم على الطرف الخارجي من الهيلا هوب. الخطوة اللي بعدها راح أقصه، بس الأفضل بدل ما نقصه بالمقص نقصه بالمشرط لحتى يطلع الشكل مرتب أكتر، بس لازم نحط بورد التقطيع لحتى ما نخرب السطح اللي عم نشتغل عليه. طبعا راح أمشي بالمشرط شوي شوي لحتى ما أخرب الأطراف اللي عم قصها، لأنه الكرتون اللي أنا عم بستخدمه موجود داخله فوم فحيتخرب إذا كنت عم بقصه بسرعة. وهيك صار عندي شكل الهلال جاهز بالمقاس اللي أنا بدي إياه. الخطوة اللي بعدها راح أستخدم ورق الكورنيش الخاص بالمناسبات أو بالحفلات وغلف الهيلا هوب كله فيه. ممكن تستخدموا الريبان كبديل إذا ما كان متوفر عندكم هذا الورق، بس الريبان إذا كان رفيع رح ياخد وقت وكمية كتير كبيرة لحتى يغلف الرينج أو الحلقة الكبيرة اللي أنا مستخدمتها، بس إذا استخدمتوا ورق الكورنيش رح يخلص معكم بشكل أسرع. وأنا أخذ معي رولين من الورق الكورنيش بنص الرينج تقريبا خلص، فما في مشكلة بتحطوا من مسدس الشمع وبتعملوا وصلة وبتكملوا. وهيك صار عندي الرينج جاهز أو العلاقة اللي بدي أعلق عليها الهلال جاهزة. الخطوة اللي بعدها راح أغلف الهلال اللي أنا قصيته كمان بورق الكورنيش، لأنه أنا راح أستخدم الورد لونه زهر فبدي القاعدة كمان تكون نفس اللون. طبعا انتو راح تستخدموا ورق الكورنيش او اي تغليف راح تغلفوه بنفس لون الورد. وهي النتيجة النهائية بعد ما خلصت تغليف الرينج وبنفس الوقت الهلال. هلأ راح اتأكد اني راح الزق الهلال بطريقة كتير قوية على الحلقة او الرينج الهيلا هوب لحتى يقدر يتحمل وزن الورد اللي بدي لزقه عليه. بعد ما لزقته منيح ونشف عندي الجلوغان قصيت كل الأغصان من الورود وتركت بس الوردات ولزقتهم بالطريقة اللي باينة عندكم بالفيديو على كل الهلال اللي أنا غلفته. بعد ما خلصت من الوردات أو الروزز الكبار حطيت بيناتهم مثل أوراق البتلات اللون زهر بس لحتى أملأ الفراغات اللي بين الوردات. ممكن تعملوا الفكرة بلونين من الورد، ممكن أبيض وروز، ممكن فضة وأبيض، يعني اللي بيناسب لون فرشكم أو اللي أنتوا بتفضلوا. بعد ما لزقت كل الوردات عملت حلقة من الريبان لزقتها كتير منيح وحطيت بقلبها الريبان بالطريقة اللي باينة بالفيديو. حلقة بدي أعملها لتثبيت الريبانة والتانية تكون علقة. الحلقة اللي لازقتها على الهلال والرينج لازم تكون ملزوقة كتير منيح لأنه هي اللي بدها تحمل الوزن كله. المجرد الحلقة الثانية الأكبر
هي بس علاقة لحتى أقدر أعلقه. وبآخر خطوة علقت الفانوس على الهلال الورد وعلقتهم مع بعض على الهلال الكبير اللي عملته مبارح ونزلته بالقناة. بتمنى تكونوا حبيتوا الهلال اللي عملته، وإذا حبيتوه حطوا لي لايك وشيروا الفيديو لكل رفقاتكم لحتى يزينوا بيوتهم بطريقة سهلة وبنفس الوقت حلوة. وهيك كملت زينة رمضان لهالسنة، ورمضان كريم وينعاد عليكم يا رب بالخير والصحة والعافية، وانتوا بأحسن وأفضل حال. إذا أول مرة بتزوروا قناتي يا ريت تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد ومفيد. مني إلكم أحلى وأغلى سلام.